أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم داية السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله
وتؤذروا وتوكلوا وتسبحوا بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فلتغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفوا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله
تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري تأتيها الأنهار ومن يتولى يعذب عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لا
لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء لم تعلموهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وكان الله بكل شيء أليما لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره
على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فزرعوا فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. كتاب الحواء كل العلوم وكل ما حواء من العلم الشريف الصواب وفي دواء كل داء ففيك به فوالله ما عنه ينوب كتاب كلام قديم لا يمل سماه تنزأ قولي وفعلي ونيتي بي أشتفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جالي وحيرتي فيا ربي متعني فيا ربي متعنا بسر أوفي ونور به قلبي وسامعي ومقلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وارحم وترحم على سيدنا ومولانا محمد أتات رضا وإذا رضيت حتى كانت ملع ما في علمك وزنته عددا وأتات تعلمني أسرار حكمتك
وتفهمني جوانب كلماتك وتعظني جوامع كتابك وتفسير آياتك بإفز نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللهم افتح لنا كتابك وسنة نبيك باطنا وظاهرا وباطنا وارزقنا العمل بإيمان بذاتك المقدسة اللهم آمين. يا ابن الأنيفة صفات لا سبق بطريق مجدك فالنجاة مؤقت هذا والقرآن لبراس الهدى بسيتوك الأسمان منير المشرق آيات نبل العلوم جميعها من قال لا فوالجبي لأحمق علم الطبيعة والآياء والحكمة إيجاد من تبيانه يتأقق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لما يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ أنا فقال لعليم كثور إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نور
هدي يا موسى إني أنا ربك فخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا خطيتك فاستمي ما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن ساعة آتية أكاد أخفيها إن ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع أواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي أية تسعى قال موسيا ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وادمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكتفي في التابوت فاكتفي في اليم
فليلك اليم بالسائل ياخذه أدوب لي ياخذه أدوب لي وأدوب له وألقيت عليك محبة مني ولتسنى على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على ما يكفل فجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تأزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واجتناتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذ أبى إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تؤذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أدى قال فما بال الكون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به
أزواجا من نبات شتى كلوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة ويغشى الناس دهاء فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسعدكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقيا وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا عبالهم وعشيهم يخيل إليه من سيرهم يخيل إليه من سيرهم أنها تسعى وأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سائر ولا يفلح
فولك يا سعات سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنت له قبل أن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى على ما جاءنا من البينات والذي فتنا فاقض ما انتقض إنما تقضي حياه الدنيا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري تأتي الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى أسرد عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى
واتباعه فرعون بجنوده فغشيه من اليم ما غشيه وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم الإيمان والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تتقوا فيه فيئل عليكم غضبي ومن يعلل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم الأعد أم أردتم أن يئل عليكم غضب من ربكم فخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا أملنا أوزارا من زينة القوم فقذفنا فكذلك ألقى السامري
فأخرج له عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفأصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تكن قولي قال فما خطبك يا سامي قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الآيات أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا
إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يأمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونعشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا أشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعه إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من أمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ف
فلا يخاف ظلما ولا أدما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما. ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم ألي أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يغصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وعدا قال اهبطا منا جميعا بعضكم لبعض عدو إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل
ولا يكقى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونعشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما أشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم هلكنا قبلهم من الكون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ذات الآيات الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربي أولم تأتهم بينة ما في صحف الأولى ولو أنا أهلكناهم
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبلي لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله مولانا العظيم.